وحينو تلمامي دونا كو حمايتي إلى لنت إلى هيسي رسول كيسي محمد عليه الصلاة والسلام قرآن كإلهي وحينو قلت المامي يا أنبياء بدن وإيس قبتين ضدكي الله صادري وإي بينيين وإسكد يي إلا الدلو ودبتنا إلهي بدبادي نبي نوح نبي هود صالح إبراهيم لوط قصص القرآن كقو قرآن موسى عيسى إن بدن بينو أرقلي وحن سيئي نابل وحن قصوا أروري نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي القرآن بو نبي كسوة تشيولي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إلهي وحن نبي كويد عليه الصلاة والسلام رسول الله وحي ربي كسوة تشيولي قارسي دتك هدانت سيدا ييلين وانت قارسين رسالة دماغ حنبارين إلهي نوح سيئ جرانتي أه والله يعصمك من الناس إلهي سبحانه وتعالى إسقى كار نور يوكا إلى لنا يا بشر حين نقنا آيات كريمة كي سود دقين سيدا حديث صحيحة هي تلمام يسو آيات كريمة كي سود دقين نبي عليه الصلاة والسلام انتو قبضي وكتري مدح كسو ساريب وحكيري يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله صحابتي الى لنا يسي نبغى اسكت قبويري الهي باي بلن قاضي انو الى لنا يه آيات دا نوحي علماء دا هذا لبا الدليل وادلة دا انو الرادعين انا كمي دا باكو جرا دليل كواد ودليل كشيغي ان نبي محمد الهي ورما وبلن قاضي انو الى لنا يه وقد كان وانا الى لي بلن كي وصعدي ملا إلا بالبلادية آد لو فهم كرا وحن لنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن حراس إلى لسلاحين وأن قصور يو دار دار أدق أن كوشرين بل جمعية جماعات كبير ما دو شوغة سوق صومرة ضدك مخالطة كسمية مع ذلك وحي إلى لنا يا أنا إلا صعونين لو عيل قبو انتا سو جير ليسكو دايي ان لديلو ومثلا مهد الرزق الله دكتوركو في كتابه سيرة النبوية صدا محاولة سو قرية ونبي قال ليسكو دايي ان لديلو صدا جير ونبي قال ليسكو دايي عليه الصلاة والسلام ان لديلو وان مرة بسور تقلي سيادو فهمتو نبي عليه الصلاة والسلام دولة دي سيوحا كسي بلاد نايت دولة دي وحكومة يا عمر أما عثمان أئمة دي كدن بيسي يدو أن قالب ميشة كدن وين والدولة دي إسلامي جيب بلارتي وفتوحات كي إسلامي جيب بحين وعمر وليبا أمرينا لكين كينين دكا صبي قال صوغ بصدر مدينة لكينين وصحابة دي واوينو دينو مدينة شوكتو وحين نقران كرنائين عمر لدلي وعثمان لدلي وعلي لدلي يعني إذا الدولة السلام كحق بضن عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنتو شوقي أيوة وحنا لنا عمر والد لي وعثمان والد لي وعلي والد لي لكن النبي محمد إلهي دا أبلن قاضينا نعيد الدين كرين إن الله سبحانه وتعالى وإلى علينا يو دبتنا إمام الماورد وحلي هي معجزات كي النبي جوا حكم دين إلهي عدو بيسك إلى لي بيوري يجوا عدو والجم الغفير والعدد الكثير دا ضدك رب ضن يجوا على هل كي ودن بيسي شوغا خرادين تي ودن بيسي راد عين ايا ودح شوغو مخالط مكاثر يهي وكدح ولا قي ولا شوغو او اندها ناي كوكو بيان بوري قعنو ناي كلابن يهي ويا الهي بوحو بلان قاد والله يعصمك من الناس دليل كاللابات اي ايدن كوشرا وحوي يمي علماء دليل هدو دعي أهان لها هدو قف شاقن يا نبي نمدو أن رون شاقن وأهان لها قف نبا إلى هذا النفتي سمخي يا مسألة مثلا مستشرق اللي إلى هذا بارثلمي سنت هيلر ومستشرق ألمانية أي الرجينية
ونمن كان رير قلبيت كدين تسلام كباره وحك برتاي أي وحلاية هاي والله يعصمك من الناس مركي سود كتيبو يري نبي محمد عليه الصلاة والسلام عيدا كي إلى لين يوحل وحباه إلى لين ناس كتقع والمرء لا يكذب على نفسه فلو كان لهذا القرآن مصدر من غير السماء لابقى محمد على حراسته بيلي قفك بيلي نفتيسة وما بين شيئا ذاتك كلا دي بين تلقو خويسية لكن هذا قدر لفاها كيسو شيئا ميسي هذا يعني رونا هين بولي يا قرآن كان عرق أنا كيما نبي محمد انتو صابح يدعى دورنا من راضع عين يا أسكر تساقا إلى لنا ساسكا كلا تقا ميدا هدين بولي اي وحا يشيغي يسابون نكن قال كتل ماما يا ما دام ويريسك كلا تقا عدنا يا إلى لنا قفنا نفتي سبان وما شيغا كل سوردين وحا يكتم بولي ينو الرميسين يا هاي قرآن كان ينو يا هاي ميد إلهي حقي سكيين تاسا سبب طيب ولي يا هاي انو نبي عليه الصلاة والسلام إذا في هذه الآية لما الدليل باكو سرم بيلي دليل وقفنا إن أنو نفتي سبين وشيغينا حراسة وخلا درينا يشيغي سم من الله إنو يا أدر كتبي دليل وين إلهي إلى اليا آيات وحيا يشيغي سي ودبوبي أو يرو قالوا دم يسقط دي دي سودا محاولين كدو دوين يدلان نبي محمد عليه الصلاة والسلام إسقوا أن أسكر وضم أو وحبا عدي إلى لنين أو أن ملكو قرصونين أو دومنين أو شان سلادو دتو كينيا أو سوق تشوغا أو قريه سداه يري البابية هاي أو عيد وحكي علينا سوك لأني تشريني لله إلا وري سبحانه وتعالى هدينو مركا بل صدقا مسألة إلا تلمام يوحكم دا تلمامنا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره وحكو تلمام يا عصمت إلهي النبي سيئة إلى لنت دورست الله دوري وحكم دبويري قريش هي مدحية وأوين تدين إلهي سبحانه وتعالى كإلهي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكو لي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين بإلهي نبي محمد وحي الغفري كر أغنواق بإلهي مشركين تنسك غتشيسو أنا كأغفلن با إلهي إلي يكوى كوكوش شيء سيء أنا كأغفلن با ربي سبحانه وتعالى بعض المسائل عن تلمامنا مثلا أبو جهل سيد حديثك صحيحين كقصارة ريو تلمامي أيها وحيدي قريشي هل يعفر محمد وجه بين أظهركم نبي محمد ما دحدي إنه مضح عيدا دقدقا يعني سجود أبو جهل هادان أركبوا لي يسقوا سجودا يا رقبت دميلان هين اسكك تاغي ماي واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب ماذا حان كغت شوك سنة يا أبو هادان أركو يسقوا سيدا يالي أبو جهل صباحي دبيت نوحو يمين نبي محمد تكرى يا سجود سنة وشكرو كقوهايا وأنا كي هنجبي وخص عرقا قي مركا إن ير مركو سوتشو أيا وحلا أركا أبي جهل وقعما وحسك جعلنا إياه أضرب برنا إياه وارمحاد عيبا لغير وحيدان جي يسقى وحنود حيا قد ضبوكه العيو إيو ملاك بو أركا يضب نار وما يشكشنا نبينا عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ورنا يا مسلم بوح ليه لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا هدو يسير دوان لهاب نبينا عليه الصلاة والسلام ملائكة عد عد وصلد وصلد وقاد الله يدو نبينا تلمام يا عليه الصلاة والسلام عين نقال نمر القرآن كسود دقي سورة طبت الليلة طبت يدا أبي لهب وطب مرك يسود دكتي وإلهي سبحانه وتعالى كقور رمي أبي لهب يحاسك السيبة أي قبردي مركي مغشي أم الجميل لورنشري أي وحي سوق هذا طيدقح يدور داران يسوله كاوحان هينا أن محمد لدعين عليه الصلاة والسلام أول بطح يرو يسكد وطينا أخريسة مذممنا بينا ودينه قلينا وأمره وعصينا ودعين كاسنا أخريسة way soo raadcay satayado dhagax sidata dabeetana nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo Abu Bakar la fadhiyay bay ku soo baxday
أبي بكر با وحو يدي إلهي رسولك سيا وحن كعب صنية سلانتي مشكلة ده هيدوا صوص عطايا دونك حسد التي إنه كو أركته وسلان ده قالوا صعوطة نبي حكو يدي عليه الصلاة والسلام إنها لن تراني يا أركي ما يسيس كده قرآن بو أخري وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ويؤتمي نبي ما يارك مرك أبي بكر ما هذا الكل بلودي نبي قلنا ولين عفرنيا أبي بكر ما وحي ليه ظهر ما صاحب كا وحي سوق قاري إنو يعايي إنو يعايي باي سوق قاري البكر روح لله ورب هذا البيت ما هجاك رب البيت كه الله نقول دار طيه كمو عايم بيود وإذا نبي ما عايت بينو حنا كمو ورانينا إن قرآن سوء دقيم بواخري قرآن إلهي سبحانه وتعالى وكلامك إله ما ها كلامك نبي محمد دبيت أنا وحي تري والله قريشي وي أكتهي إن أنا هاي إن أنت سيدك مقالدة إهدان أركوه نقح أوحانا هاي إن أنا الله دعيم بيلاد نبينا عليه الصلاة والسلام حديثك الباني حسك وقتل ما ميوح لي إلا لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه كما الزلم نبي عليه الصلاة والسلام إن ملك وقرب كيسا إيقا قريه وهي أركي ويده أبي بكر ما يركي لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما يرك دلالك اللي اسكد دي معروف يا تاريخ تقوم بتغاني وحاكم ده مؤامرة الدار الندوة إلهي قرآن كسود شيء وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وحين قرنين قريش تشتي ووحى لغو تشتي ويهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام من لدله ولو قيبيي رج قبائل قريشات كلام مدى شلي بدا قريشات كلا قدسا كترسا سي حتى ديكي سوو dad badan u raaco oo reer bani haashim cid ay la dagaalamaan loo garan kari waayo ahadiis culimada qarkood xasan ku tilmaamaya waxay tilmaamaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyagoo meesha hor fadhiya inuu soo baxay isagoo quraan akhrinaya waliba uu ciid soo qaatay oo uu madaxa kaga wada shubay qiyaas qof la rabay in la dilo oo ciddii rabtay inay disho oo seefahoodii sita ay meesha fadhiyaan oo inta lagu soo baxo كوي سيفها ستي لفتو دا عيد لغو شبايا هدنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام انتو صامري ايو عيد دوشك اغا شباي حديث كاسي شيخ الالباني حسب وقت المامية كدب قردن بي برارو غي نوار ميو ديو هل ديو اكي بحي وحالله شاقي نو تغي راد على بلابا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر وحين نقانا إنا يبحين oo ay god galeen quraysh raadcadeedina sidii loo soo waday in godka la dul yimi abi bakarinu markaasi yidhi midkood hadduu gomadiisa eega waa layna arkaya nabi muxammed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay maa dannuka ya aba bakar bithnayn allahu thaalithuhuma maxaad u malaynaysaa abi bakar ow labo إلهي يصدح في حديثك الصحيح سورة المامة يا مساء آيات القرآن بإلهي إلهي سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلهي وحو تلمامي إنو إسوؤه لي وأنا يا رب إسلق الصدى تنغيبت يدى صدحات قريش عيدا كيدي طبعا كان ننكا كوبنا يا إماشا لكتاني تعيد كشبوك صباحي خراد عددي صدتك تي خراد كيسا صرع عدي قد كتر ايتمي إلهي باكا قرية ويأركي كاري ويدي كدبنا إعلام بي سمايا أرانيا عدي النبي محمد مدح سكت حينا وميتا قريا نلال بعدك وكانتا بقول هلا دو قال عس عسين ليا حديثك الصحيح عين وضع نقانه وركا سمركي وسوق عدي من لورين شري سراغة ابن مالك وكيف فرسكي سينتو هان سيستي
warankiisana qarsaday isagoo qolada kale ka dhuumanayo isla yaangeela cidi kula yeelanin ayuu baxay. Yacni warka markii la sheegay goobtuu fadhiyey ayaa nin yidhi laba qof oo halkaasii socdaan arkay si aan isaga loola raadcayse buu wuxuu yidhi war mo hebel iyo hebel iska daaya maaha qoladaad moodisaane. Kadibna jaariyadiisiba hoosta kaba amro wuxuu yidhi baxo faraskayga iisii sarkooraha iyo waxbo dabadda iisii geey. Faraskii waa loo qariyo meel waddaa loo sii geeyey. Wuxuu leeyahy warankaygii mintaan soo qaataan sidhi waran kaarma cadceeddu ku dhacda iyo bilbiligtiisa dadku arkaan waranka intuu qabto ciidda madaxa u geliyo jiiday si aanu xataa waranku akhiiran faraskiisu ka daba fuulay. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam meel dhexe markuu sii marayo ayuu abibakar yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo layna soo gaadh. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inaan la soo gaadhin isagiyo saaxiibkii toona. Dabeetana nebigu wuu habar faraskuun baaba dhulku la go'aa qaarkan horun baaba dhulka la gaa ama wuu kufaar riwaayadka qaarkood si sheegay qaarkoodna intanabaa aasmisay tilmaamaya faraskii u fuushanaa unbaa dhulku la go'ayo wuu ka dhacaa. Dabeetana dib uu heenseeya ma hadho boqol geelabaa u muuqda. Mar labaad buu haddana sidii noqday weli geela cascas bidhaantiisiibaa u muuqdae mushkiladan haysataa uma muuqato waa ka daba fuulay. Haddana mar saddexaad buu haddana galay markuu arkay inaan waxba samayn karayn buu wuxuu yidhi innii qad calimtu annakumaa qad dacawtumaa calay waan gartay buu yidhi inay habaarteen ee fadcuwaa liya haddaba ii duceeya waa iskaga kii degayaay. Markii hore waa habaarkiiniba igu dhaco waa kan dhulku farasku la go'ayee ii duceeya buu yidhi oo faallaahu lakumaa an arudda cankuma alalaba fadaca allah fanaja waxaan ballan qaadayaa buu leeyey raadcada iga dambaysana inaan celiyo aan cid idinka daba iman. Nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey wuu laabto isagoo wixii raadco soo socotay oo dhan leh qad kafaytukum maa haahuna xaggan wixii idinka xiga anaa idinkaga filaaday cid idinkama jirta yacni xaggaa wixii xiga anaa ku filaaday buu leeyey falaa yalqaa axada ilaa radda xadiidka saxiixayn ku yaalay wuxuu sheegayaa qof lamuu kulmin ilaa iyo dib buu celiyey waanu u woofiyey ballankii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam la galay. Yacni xadiid kale bukhaari iyo muslim ba warinayaan waxa uu tilmaamayaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay xifdiyey oo markuu kaa habaaray bahashu la go'day dabeetana uu soo gaadhi waayey. إذن حادثة الهجرة صدح جير أي أحاديث تلمام يعني المركز تأسكو دي ديل كلا يسكو دي يي وإلهي سبحانه وتعالى كبد بادي سكو دي ديل وحل قسم أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام دي دقال الله قال يوردن هاو سيوي نادو غزوة أحد يا حزاب الله قلت لك قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي قد له أما بدر انت با إلهي وكبد بادي يوم سورة قليل tusaale haddaan soo qaadano dagaalkii Xunayn waxaa dhacay Hawazan inay meel u galeen doox labadiisa dhinac ayay u galeen muslimiintu markii ay soo galeenna weerarkay ku qaadeen waxaa dhacay markaa muslimiintu inay jabeen dib u yaaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo rag yar baa isku soo hadhay soddon iyo wax lagu qiyaaso iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa isku soo hadhay iyo ciidankii nimankii gaaleed weliba nebigu markaa ma dhuumanin ee wuxuu leeyahay ana ibnu cabdilmualib laa kadab buu weliba sii tilmaamaya isagoo sidaa ciidankiisii ka jabeen oo isaga iyo soddon iyo nin soo hadheen oo gaaladii la sheeyey dagaalkii lagu jiro ayuu dhawaaqayaa wuxuu nebigu leeyahay aniga waxaan ahay ina cabdilmualib beenna sheegi maayo nebi baan ahay weliba ma qarsoomine cabbaas ibnu cabdilmualib oo adeerkiyo jahwariyu sawta nin cod weyna buu yidhi dhawaaq ciidankaa cararay u dhawaaq oo ugu yeedh waa ilaya ila yeedhe ee cibaadallah xaggayga usoo jabadhe ayaacine cabbaas baa dhawaaqayo leh xagga nebi maxamed kaalaya waa meel ciidankii jabay nebi maxamed oo ciidan yar haysta uu ku soo hadhay gaaladii ciidankan jabay soo dhammay ay joogto aanu dhuumanayn u dhawaaqaya nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam
bale uu faray ninkii raggaba uu cod weynaa inuu masalada tan kor ugu dhawaaqo. Maxaa dhacay? Galadii markii ku soo dhawaatay Salamata ibn Laqwa xadiidka warinayo imaamu muslim saxiixiisa ku yaalla, nabigu calayhi salaatu wasalaam sacb ciid u qaaday, dabeetana intuu ku saydhay buu wuxuu yidhi shaahat alwujuuh, ay qabuxat, wajiyaa xumaaday, intuu yidhi amaa xumaadaan, ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sacab ciida ku saydhay. Fama khalaqa allahu minhum insaana ila malaa caynayhi turaaban bitilka alqabda fawallaw mudbiriin fahazamahum allahu caza wajal waqasama rasuul llahi sala allahu alayh waalih wasalam gharaa'imahum bayna almuslimiin. Wuxuu leeyahay salamata bnu lakwac, nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ciiddaa ku saydhay, mid ka midi ciidankii ma jirin ilaa iyo ciiddaa yar baa ilaahay indhaa ka wada geliyay. Saab ciid oo qof saydhay, dee ciidan dhan oo meel maraya isha ka galo, hadduu mid ku dhaco ama laba ku dhaco ciidan dhan indhaha kama rido. Laakiin waxay tilmaamaysaa in rabbi ilaalinayo subxaana wa tacaala ciidan dhan saab ciid oo la saydhay inuu isha ka galo oo ay dabeetana sababto inay jabaan, kadibna waa dagaalkay muslimiintu haniimada ugu tirada badan la heleen. Dhowr iyo labaatan kun iyo afartan iyo kun baa la sheegay oo geel iyo adh iyo isugu jiraan inay soo qabsadeen. Marka aynu tilmaamno wallahu yacsimuka min annaas, ilaahi subxaanahu watacaala mu'aamaraadka yuhuudda isagoo ka warramaya qur-aanka wuxuu leeyahay fain aamanuu bimithli maa aamantum bihi faqad ihtadow وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إلى يحول يهودي وحاط رميسين هدي رميان ويهنونيا هدي تشيستانا أكسونو وايد خدم بشينو دي تكفو قادي إشركونا فسيكفيكهم الله. إلهي باكا أغفل أنبا ليلي يهود شركت أكتب شركي allah kaaga filan baa la yidhi wahuwa samiicul caliim. Maxay sameeyeen yahuudi? Waa dad qadriga ama khiyaamooyinka yaqaanay, dagaaladooda badheedhka ahi ma buuray, laakiin waxay isku dayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bikulli alwasaa'il ay u dili karaan inay u dilaan. Waxay isku dayeen inay sixir ku dilaan, waxay isku dayeen inay sun ku dilaan, waxay isku dayeen ikhtiyaal, in ikhtiyaal lagu sameeyo. Saddexdaba way isku dayeen. Habeenada dhaweyd xadiidkeennu akhriyaynay wuxuu tilmaamayaa ee Bukhaari uu soo aroorinayo Khaybar dagaalkeedii markii uu dhammaaday, inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi wixii yuhuud meelahan jooga igu yeedha, intay lax sumaysan nebiga siiyeen calayhi salaatu wasalaam, neefaadhiyo sumaysan, war waxbaan idin weydiinaya run may sheegaysaan buu ku yidhi. Haa bay yidhaahdeen, aabbihiin waa kuma buu yidhi. Qabiilkoodii cidaan ahayn baa sheegteen, been baa sheegaysaan, reer hebel baa tiin buu nebigu yidhi, in hebel baa idin dhalay, ee aan wax idin weydiiya run may sheegaysaan. Haddana haabay yidhaahdeen, haddaanu been sheegnaba dee waad garan doontaa. Su-aal kale weydiiyo, yaa naarta gelaya buu ku yidhi. Waxay ku yidhaahdeen, idinkaa gelaya, ana in yar baan anagu gelayna, kadibna idinkaa nooga dambaynaya. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, hooga ilaahay baa ku dhaartay, weligaya idinka dambayn mayno. Markii dambe uu su-aashii weydiiyaa, war neefkan adhiga sun ma ku darteen? Haa bay yidhaahdeen. Maxaa idinku xambaaray buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waxay yidhaheen, waxaanu rabnay haddaad been sheegaysaan in ilaahay ku dilo ood ku dhimato sunta, haddaad nebi tahay inaddaa ku dhibi mayso, ilaahay baa kaa ilaalinaya. Xadiidka Bukhaari waa kaa. Imaamu muslimna gabadh buu isagu ka soo aroorinayaa, imra'a yahuudiya, xadiidkii Anas, islaan yahuudiyadaa nebiga u keentay inay fadhiyo sumaysan, dabeetana fa akala minha, waxbuu ka cunee. Fajiia biha ila nabiy sala allahu alayh waalih wasalam fasaalaha can dalika faqaalat aradtu liaqtulak, na maxaad ka rabtay ii sumaynaysay buu yidhi. Waxay tidhi, waxaan rabay inaan ku dilo. Nebigu wuxuu yidhi, ilaahay igu kaa sallidi maayo. Saxaabadii waxay dhaheen, ma dilaa islaanta tan isku dayday, waa islaantii ibnu abi lxuqayq, ninkii ay muslimiintu hore u dileen odayada yuhuudaad ka mid ah, waa xaaskiisii. Dabeetana waxay isku daydayeen inay nebiga disho sumayso, suntiina ilaahay baa ka badbaadiyey. Markii la soo qabtay la yidhina, maxaad sunta bahalka ugu dartayna? Waxay way badheedho. Waxay tidhi, waxaan rabay inaan ku dilo, inaan ku dileen rabay. Nebiguna wuxuu ku yidhi, ilaahay kuma ka sallidayo,
ima dili karaysid ilaahay baa i ballan qaaday inuu i dhowro marka alla iguma kaa salladaya buu ku yidhi dabeetana saxaabadii waxay dhaheen ma dillaa haddaba alaa naqtulaha qaala laa buu yidhi waxba qofta intu mara hadilina iga sii daayay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu naqaanaa inay isku dayeen inay sixir xataa ku dilaan sixir bay u sameeyeen ilaa iyo uu nebigu ismoodsiiyey waxyaabaha qaarkood inuu sameeyey isagoo aan samaynin haweenkiisii oo kale inuu u tegay isagoo aanu tegin kadibna ilaahay baa subxaanahu watacaala uu soo diray qur-aan uu isku daweeyo waa sababtay ku soo degtay bay culummadu yidhaahdaan mucawadatayn qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas malag baa ilaahay u soo diray uga warramaya in la sixray نين يهودي لبيد بن الأعصم وصحري ومن بني زرق قبيل كلا إذا هذا كم إذا وحي وكو صحري ومال عيال كو قري دبتنا إلهي سبحانه وتعالى كبد بادي وحالة الماما اسكو الضيو أهين النبي قد دلان اسكو الضيان مثال مثلا علماء يسير وحي سؤال ريا غزوة بني النضير sababteedu bay inay ahayd isku day dil oo ay nebiga isku dayeen saddex riwaayadood oo kale nooca bay soo arooriyeen laakiin riwaayadda sanadkeeda saxiixa lagu tilmaamo cabdirasaaq musanafkiisa uu ku soo saaray waxay sheegaysaa inay nebiga ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam aan wada hadallo oo bal waxaan waxya kugu soo degiya warkar aan ka wada hadallee soddon raggaagaa soo kaxaysa anana soddon baanu soo kaxaysanaynaa oo dabeetana aan doodno wada hadallo uu nebigu soddonkii soo kaxaystay oo ay haddana yidhaahdeen malaa soddon nin haddaynu dhexdooda ku qabsanno waa warmuhu gaadhi maayeen oo dili kari mayne waxay haddana yidhaahdeen maye soddon nin iyo soddon maba wada dood karayne saddex xun noqda soddonka laba kale ka soo kaxayso saddex noqo anana aanu saddex noqonno dabeetana intaa saddex nin oo itooriye u soo dhiibeen bay soo direen haweenay nin muslima la walaalahayd baa warkan ogaato soo dirto nebiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu uu iskaga tegay meeshiiba saddex nin baa umuu saarina madiinuu ku noqday kadibna dagaalkii meesha banu nadir lagu qaaday baa dhacay riwaayaddaasi waa riwaayadda sanadkeedu saxiixayay ta laakiin macruufkaee mashhuurkae dadku yaqaano ee ahayd labadii nin ee la dilay ee khataa muslimiinta ku dishay inuu diyadooda ka doonayey oo maadaama muslimiinta iyo yuhuudda qolada tani xilfi wadaag bay lahaayeena diyaadka noocana inay wada bixiyaan dabeetna uu yimi si uu diyadii uga qaado kadibna isku dayeen guri intay hoos fadhiisiyeen xagga sare inay dhagax kaga soo ridaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay dilaan ilaahayna uu ka badbaadiyey taasina waa rawaayadda mashhuurka asxaabu siyarku ay inta badan soo arooriyaan ayan kaanat riwaayad badan baa soo aroray oo tilmaamayay inay yuhuuddu isku day dil sameeyeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iqtiyaal mu'aamarad in lagu dilo ilaahay baana ka badbaadiyey idan waxaan leenahay mushrikiintu way isku dayeen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam si badheedha iyo si qarsoodiya mid walba oo ahlu siyarku riwaayadka ay soo arooriyaane qarsoodiga waxaa ka mid ah inkastoo culamaa ilxadiis sanadkeeda ay ka hadlaan tii wahab ibnu cumayr غزوة بدر قداشيت إني صفوان بن أمية وأبيه ميشا لقود لي وضيادة قرشت كم يدو عرال ليتا إني صفوان سهلين سوى مالع الله فردية وليرو محاقو قرد عي وور رمي واحد عي أو عمير بن وهب ونين تحانا هانشري ويوري والله عروت أي ريال يقدم ميسانا قرانا يعد وحسين سيه أنا بكسو تخلص الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام oo uu ballan qaaday markaa uu yidhi arrinku hadduu intaa un yahay aniga igu dhig waxaad imanka ku safartana waan ku siinayaa carruurta aad u intay nool yihiinna waxaa cuni lahaayeen in kharashkooda la dabaraya sidaa lagu diray kadibna madiine markuu tegay isagoo safety sisito u socda inuu nebi maxamed soo dilo mar marsiinyana ka dhigtay inaanuu dhalayo ku jira maxaabiistii beder la qabtay oo le waxaan raadinayaa inankaygii cumar uu arkay ninkanoo nin itixaannimo lagu ogaa uu ka shakiyey markuu arkay dabeetana uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam say riwaayadkaasi sheegayaan ilaahay rasuulkiisiyow ninkaasaa soo socda oo aan ka shakisanahay yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaddu say sheegaysa iska soo daa kadibna cumayr wahab ibnu cumayr la weydiiyey war maxaad u socotay uu yidhi wiilaa dhalo cangaasiya war wiilkaasi ma jiree waxaad u socotay sheeg baa la yidhi may
وهذا سيفته وما حيبان لي سيف وسيتا هذا نين أطفرت الدور يصير محد سيفته وسيتا أو يلي وسيف في هرب وحنوقة تري ويدا ما يمكن وحي ترسا يعني بدر بوا خمان دعينه ما يمكن وحي ترسا ده بترى قصة وحي شيء ساين وشيء صفوان يسقو فقيه أي فقيه علماء تاريخنا وحيدا ما سببته كوي سلام أيبا مركا عمير بن وهب وسببته كوي سلام أيبا markii looga waramay wixii sagay ninkaasi ay ku faqayeen oo ahaa inuu nabi maxamed ilaa alayhi salatu wasalam idan mushrikiin way isku dayday laakiin ilaahi baa yidhi wallahu yaasimuka minan nas yahuudina way isku dayeen oo waliba yahuudiyagu min baab al mu'amarat waxay isku dayeen inay sun wax ku dilaan inay sixir wax ku dilaan iyo inay gaadaanba oo irtiyaal ku sameeyaan intaba way isku dayeen laakiin waxa dhabowday fa sayakfikahum allah ama wallahu yaasimuka minan nas منافقين تنوى اسكو ضيئ ومنافقين تنوى حين نقعنا أحاديث الصحيح سي شيريس نبغو عليه الصلاة والسلام أكو غزوة بدر دبو غصار نغضي غزوة تبوك مركو نبغو كصال لابمي ونحن صار صعودة أيوح فري نمبو حولي وياد عيدك وحد كنت هذا لاقي يربا ترته meel waa dox wey dox indoora la soo wareegaya laag yar baa jirta oo dhagax dhinaciyo qawga ah qaw yaroo la maro dabeetana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ciidanku dooxa ha maraan dooxa ciidanku ha maraan muslimiintu isaga oo neefkiisii la hogaaminayo ayaa markaa qawgii laagta yarayda qawga ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam keligii soo maray koox munaafiqiinaa shirtay oo waxay yidhaahdeen waa ka isagu xaggaa u baxaya qawgu maraya ayaan maanta ka tuur warkuba ha dhammaadee qawgaa yaraan maanta ka ridno oo see uga ridayaan waa neefku nebigu fuushanyay in la didiyo dabeetana ay kala boodo meesha ay ka dhacdo go'aankaasaa la qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabadii iska taga ayay meeshii ku soo baxeen xadiidka حذيفة بن اليمان وشيقية أيها وحلية هاي ماذا حي صدوبته سيان لو قرنين دبتنا إيادو عمار لبس حبيبا مدنا نيفك هو قمين يا مدنا حق دمك سوريح يا والله قيرو نيفك اللي بقصبا يا إنو توصف وقبحو مركا قفنا هو قامكو هيا قفنا حق دمك سوريح يا منافقين تي انت يافك صوت دوبتين اي لغو سوري فردية وفتية وحي الله سارة اي لغو سوري يسير الله دريو دبا ترى النبي عليه الصلاة والسلام لبدي صحابي كي حق الدنبي نفك خسر الريح يبو حريقة وابي وابوابي بل قوة سور دي علالي كوي با لو ابوابي نبي عليه الصلاة والسلام يحضر وكبع رب حماشي عمار بوها نكو نبي كوي علي عمار بن ياسر بن نبي كوي هل عرفت القول warnimankii waxba ma ka garatay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolahay fuushanaayeen maan inta badan garanayay buu yidhi iyaga maan garanayno madaxay duubteene laakiin geel iyo neefafkii ay fuushanaayeen ayaa wada garanaya buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hal tadri maa araaduu moogtay camaara waxay doonayeen ma garanaysa camaar ibnu yaasir wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam نبغو حيد عليه الصلاة والسلام أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطرحوا وحي الربين إن النبي محمد لقار نغضان الدديان ودب ترأي ما شكت توران بيدوني عمار بامد يكوي لمرض بي إلهي بانكو قداري أصحاب العقبة كوحدة سيمي سيهاي هيدا دين afar iyo toban haddaad adigu ku jirtayna ninkii dhaarinayay buu ku leeyahay haddaad adigu ku jirtayna waa xudayfaan rajaynaya inuu xadiidka cayn kaa odhanayo haddaad adigu ku jirtayna shan iyo toban bay ahaayeen buu yidhi laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yidhi laba iyo toban ka midi ilaahi iyo rasuulkiisaba inay xarban la ahaayeen xarbun lillaahi walirasuuli fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashaad yani inay gaalo ahaayeen ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaysaa aakhiriya adduunba yacni inay gaalnimadaa ku dhinteen saddexda buu yidhi nebigaa wuu cudurdaaray oo iyagu
markii dambe nabiga uu yimaadana waxay dhaadeen yeedhi ninku yeedhay la yiri dooxa mar amaanan maqlin bay yidhaahdeen anagu warkaaba maanan ogeyne dar ilaahay umaanu meesha u soo kornay bay yidhaahdeen oo isaga soo marnay markaa saddexdaana nebi maxamed cudurdaarkooda wuu aqbalay labiyo tobanka kalena waxay ahaayeen kuwa ilaahay rasuulba dagaal kula jira dee ilaahayna qur-aan buu ka soo dejiyey masalada tana waa ka ilaahay leh يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وهموا وهي كوفا كريم با إلى هيري بما لم ينالوا وحني قاري من أوام حي وتلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير في سورة التوبة أي إله سبحانه وتعالى قوانا وركودك قوان رمي إذن وحن لنا نبي عليه الصلاة والسلام قريش ويسكو الضيدي ومسور تقلين yahuudina waa isku dayday oo ma suurtagelin munaafiqiinna waa isku dayday oo ma suurtagelin acraabtii reer baadiyahuna waa isku dayeen oo yana uma suurtagelin qisada acraabigana in door aynu halkan ka sheegnay xadiidkii bukhaari acraabigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ka soo noqday dagaal oo meel dooxa ku soo baxay oo geed weyn nebiga looga tego saxaabadii kale ay meelaha kale harsadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam geedka hoostiisa ayuu iska jiifsaday seeftiisiina wuxuu sudhay laan ka mid ah lamihii geedka kadibna nin acraabiya soo dhex maray oo u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo raba inuu ka takhalluso seeftii nebigu la soo degay dabeetana galku ka saaray nebi maxamed uu isla dultaagay calayhi salaatu wasalaam oo waxba haysanin isagoo leh markaa man yamnacanii mink yaa iga kaa celin ama yaa iga kaa dhicin nebiguna calayhi salaatu wasalaam saddex jeer buu wuxuu yidhi allah mar kasta wuxuu ku celinayaa ninka kale man yamnacanii mink yaa iga kaa dhicin nebiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa iga kaa dhicinaya dabeetana seeftii buu galka ku celiyey riwaayaad kale oo axaadiid kale inay riwaayad isku mid yihin iyo inay dhacdooyin tiro badan tahay culammada qaar baa u tilmaama waxay sheegaysaa in seeftu ka dhacday dabeetana uu nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam ou ku yidhi isaguna man yamnacnii mink yaa iga kaa dhicin ou baryo uu yidhi noqo ku qaata kow khayr badan leh ou nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tashhadu an laa ilaaha ila allah ma qiraysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka xaq lagu caabudo keligii yahay ou yidhi maya taana ma qiranayo laakiin waxaan kugu ballan qaadayaa weligay inaanan kula dagaalamin dul kula dagaalamayna inaanan kugu soo raacin anigu ashahaadan maayo buu leeyo islaami maayo diintaada qaadan maayo laakiin ballankalaan kugu qaadayaayo ah inaanan kulana dagaalamin cid kula dagaalamaysana inaanan kugu soo raacin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam oo iska sii daayay markaynu eegno axaadiistaasoo dhammi waxa ay tilmaamayaan bulshadii cahdigii nebi maxamed noolayd calayhi salaatu wasalaam bikulli dawaa'ifihaa inay isku dayday inay nebi maxamed disho iyadoo nebi maxamed aanu wada nin wax ciidan oo ilaaliya bodyguard ma leh iyo askari ilaaliya qasri iyo daar iyo qalcadna kuma jiro masaajidkiisa iyo guryihiisa isku naban oo isku dhejisan guryihiisa albaabkoodu waa daah yar iyo wax yaroo sida la yidhaahdo maha wax xidhmo inta qab laga siiyaan cidi kuu soo dhaafaynin habeen iyo maalinba dadku dhex jooga salaadaha isagaa tukiya jamac iyo jimca iyo jamaacaba nebi maxamed isagaa tukiya janaase iyo meyd iyo wax walba kala qayb gala magaalada si caadiya u jooga qofkaa caadigaoo caynkaasiya ayaa waxaa isku dayay inay dilaan wixii dad agtiisa ka dhowaa ama quraysh ah ama yahuud ah ama munaafiqiin ah.